خبرة وكفاءة تونسية وصنع تونسي 100%. تمكنت شركة واليس لصنع السيارات اللي تأسست سنة 2006 وبدأت الانتاج في 2009 من أنها تكون أول شركة إفريقية وعربية ممثلة في الهيكل الدولي لتسجيل مصنعي السيارات، وشركة الإفريقية الوحيدة الممثلة في معرض فرنسا والأولى كذلك على المستوى العربي والإفريقي اللي تنتج سيارة من أول لآخر مرحلة بأيد تونسية. احنا أول مصنعين في إفريقيا، السيارة متاعنا خذت الهومولوجاسيون أوروبيان. السيارة متاعنا فيها كل المميزات والصفات أنها باش نجم تنافس مجموعة كبيرة من السيارات العالمية. نجم نقول لك اللي عندها خاصيات خير من برشا سيارات عالمية، دونك هذا اللي خليها مطلوبة برشا، وهذاك علاش احنا توا ماناش قادرين حتى نلبيو الطلب متاع البلدان هذه، مش في تونس. سيارة تونسية 100% لكنها تعمل وفق المواصفات العالمية وتهتم بأدق التفاصيل حتى تكون في مستوى الانتظارات، الشيء اللي مكنها من أنها تصدر لعدة أسواق في أوروبا وحتى في أمريكا. الهيكل متاعها مصنوع من الفيبرو دوفير اللي هو ضد الصدا، معناتها نجم يعيش آلاف السنين من غير ما يجرى له حتى شيء. اون بلوس الهيكل متاع الشاسي متاع السيارة هذا شاسي أنتي كوريزيون، معناتها ضد الصدا، اللي نجم يعيش برشا خاصة في المناخ متاع البلدان هذيا. هذاك من الخواص نتاعو وسهل في التصليح نتاعو في مصلحتنا بعد البيع. وفي رساله رمزيه لدعم المنتوج التونسي، تنقل رئيس الحكومه يوسف الشاهد السبت الماضي مجلس نواب الشعب في السياره التونسيه تصنع واليس، وينشجع على استهلاك المنتوجات التونسيه، مبادره رحب بها المسؤولين واكدوا انها تشجع العاملين مواصله النجاحات وتعطيهم فرصه جديده لمزيد التطور. واليس انطلقت بحلم صغير واصبحت اليوم تصدر الاهم وابرز الاسواق العالميه، وتطمح لمزيد تحسين منتوجها وتشغل حوالي 650 عامل، واصبحت الامال تتجه نحو توسيع شبكه التصدير وصناعه الاف السيارات. في هذا الصدد نستقبل مع بعضنا زياد جيجا المدير العام لي والإسكار. مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك. باش نبدا ننطلق معك حديث الساعة وخرجت رئيس الحكومة يوسف الشاهد المثيرة للجدل، بعد باش نفهموا أكثر تفاصيل وأكثر دقة على مسألة السيارة التونسية هذه، كانت مبرمجة الخرجة هذه؟ هي مفاجأة لنا زيادة، معناتها الوزارة جوز قالت لنا سلفنا كرهبة ل 48 ساعة، ومعناتها شفنا كيف الناس الكل في الفيسبوك وفي التلفزة من بعد. يعني هو يظهر لي الهدف كان كونه يشجع الميد ان تونيزيا، ميد ان تونيزيا ذات جودة. ولازم نفهموا حاجة مهمة، ما فماش سيادة اقتصادية من غير صناعة قوية. معناتها بلادنا ما تنجمش تحمل هذا الاستهلاك الكل، التوريد الكل، من غير ما نعملوا يعني شركات قويين. احنا كرجال اعمال ولا مبدعين لازمنا نقدموا خدماتنا باش نعملوا ميد ان تونيزيا ذات جوده، كيما حوايجي مثلا 100% تونسيه الصنع السياره هذيا. ما فماش منتوج في العالم 100% امريكي ولا ياباني ولا فرنسي. تو دانتيغراسيون بالضبط 56%. تو دانتيغراسيون هذايا وزاره الصناعه اترافير السيتيم هما يعملوا لو كالكول بدقه، ومن بعديك يعني سيت سكون ابل تو دانتيغراسيون. في تو دانتيغراسيون هي مجموع المكونات التونسيه 100% في وسط السياره هذه. المهم هي الماركه 100% تونسي. ماركه 100% تونسيه، خلينا نفهموا قداش عمرها، كيفاش جات فكره المشروع هذايا، المساهمين فيها، ممكن القيمه المضافه اللي تنجم تقدمها، لانها اسئله تطرح من نهار اللي شفنا الفيديو اللي دارت الفيسبوك، قعد برشا حديث وبرشا نقاط استفهام حول السياره التونسيه هذه. تو احنا شركتنا اللي اسسناها في 2006 دونك تو ولينا برشا نخدموا، كنا 100% التصدير حتى كشي نهايه 2014. دونك عملنا سياره تونسيه لكن تطبق المواصفات العالميه، حبينا نصدروا لاوروبا قبل ما نبيعوا في تونس. هذا هو التحدي الكبير. واش معناتها مصنع تونسي؟ معناتها احنا نصمموا، نعملوا البروتوتيباج، دونك كونسيبسيون بروتوتيباج، تصنيع، ومن بعديك بطبيعه الحال توريد ولا والبيع بيعان السيارات. دونك حجم المبادلات قداش؟ تصدير ما بين تصدير وجستم قبل كنا 100% من 2017 بدينا نبيعوا كان في تونس. علاش؟ كان في تونس. علاش؟ علاش؟ خاطر القدره الانتاجيه نتاعنا صغيره برشا، وتو عندنا برنامج استثمار باش نكبروا يعني القدره الصناعيه نتاعنا.
وباش تنخلطوا ان شاء الله 3000 سياره باش نبداو من هون نهايه 2020 50% في تونس و 50% لبرا. قداش سومها في تونس وقداش سومها لبرا؟ في تونس ارخص من البر، في البرا 16000 اللي هما اكثر من حسب تقريب 50000 دينار توا، وفي تونس 38000 دينار. وان شاء الله عام الجاي تولي ارخص باش نعديوها في الكاتشوفو، دونك تولي ارخص من ليش كان راس مال الشركه وقتها انت؟ راس مال الشركه بدينا معناها في متواضع جدا 80000 دينار. هو التحدي الكبير هو مش المال، راهو التحدي الكبير هو سي دو كونتينيو لو نو هاو دو بيرسيفيري الغرام والفريق نتاعنا المهندسين الفكره الرؤيه وهذيك اهم حاجه. ثم صعوبات تصطدموا فيها من حيث التمويل، من حيث البحث على التطوير، من حيث اليد العامله زاد اللي تتقن هذا الكل، ثم صعوبات من هذا النوع؟ بطبيعه الحال في كل ميادين هذم فما صعوبات كبيره برشا، لكن احنا الصعوبات نغيروهم الى تحديات، ما نقعدوش فما صعوبه ونوقفوا، يعني يبداو من الاداره، صعوبات فنيه، صعوبات. شنو مشاكلكم اليوم في واليسكا؟ برشا مشاكل يعني ما مثلا فماش من قبل برشا مشاكل من المشاكل الكبيره التمويل. فما تمويلات بنكيه متاحه لكم انتم؟ لا بنكيه لا، توا احنا عندنا صندوق يعني ان فون دافيستيسمون معناتها ماذا بهم يدخلوا معنا بنوك زاده، لكن احنا كيفاش عملنا المشروع؟ عملناه لرواحنا، عملناه كتحدي، ما عملناش ك ما دخلناش في المرحله الصناعيه التجاريه الكبيره. لا احنا دخلنا اما لينا اكثر من 12 سنه نخدموا تو العباد بداوا يسمعوا بينا في تونس. انا زيد انتم مشكلكم الكارنيه لي بوند كوموند اللي عندكم ماكمش قادرين توفروه. صحيح. والا المشكل نتاعكم انكم عندكم قدره على تصنيع تتجاوز الطلبات الحقيقيه سوق المارشي. هذيك هي، يعني احنا تو لازم نكبروا في القدره الصناعيه نتاعنا. وعندكم دي كوموند موجودين؟ بطبيعه الحال. قداش من موطن شغل توفروا؟ تو عندنا 60. 60. 60 مباشره، اما غير مباشر 200. ثم نحكيوا ممكن على الضرائب وعلى الامتيازات الجبائيه هذيا جوستومون، ثم تسهيلات وامتيازات جبائيه تحصلتوا عليها في قرار الحكومه معناها بتخفيض الضرائب بالنسبه للسيارات الشعبيه باش يتيحوا على 20 مليون، انت كصناعي تونسي تبيع في سياره معناها في حدود 38 مليون وقت الحكومه من المال نتاعها معناها تنقص في السيارات الشعبيه، كيفاش تشوفوا انت كصناعي تونسي؟ هذه حاجه باهيه خاطر ماكش انت مستفيد منه، راه السيارات الاجنبيه مستفيد. لا احنا نجمو نستفيدوا منه زاد خاطرنا عندنا موتورات اقل من 1200 سنتيمتر كوب، دونك نجمو نستفيدوا منه وباش نستفيدوا منه. هذا قرار باهي خاطر الكرهبة اللي غاليين برشا ولازمنا زاده كمصنعين ولا اللي يستوردوا السيارات لازموا يجيبوا اكثر كاتشوفو باش يطيحوا سعر الـ السيارات. فما هذه المشكله هنا. ما عندكمش لين دو برودكسيون انتم كومبيتيتيف للسيارات اللي في حدود 25. هذاك البرنامج نتاعنا نتاع 2019 قاعدين نحضروا سيارات تنجم تقول اداريه معناتها كات بوخت اللي هي سعرها باش يبدا يكون اقل من 30000 دينار، وهذاك هو التحدي نتاعنا توا كونوا نزيدوا في القدرة الإنتاجية نتاعنا ونقدموا سيارات يعني إداريا أكثر. معناتها إداريا؟ معناتها كات بوخت نجموا نستعملوها كل يوم، خاطر هذه السيارة عملناها لسوق معين لأوروبا ومن بعديك جينا لتونس. واضح مهم جدا. أنا مانيش باش نحكي على اللي صار الجدل الكبير هذايا لا كومونيكاسيون بوليتيك، جو في بروندغ نص الكاس الآخر اللي معبي. تعودنا احنا سي بيان أن نشجعوا المنتوج التونسي، أنت حتى كي تشوف في مختلف دول العالم الاعتماد والدعم المنتوج التونسي خاصة ناخذوا هوني إكزومبل السيارات. ليليزي تلقاها بسيارته، عندك دي مارك ما غير ما نقعد نسمي تخوا بريسك تخوا مارك، هذاك هما اللي يعتمدوها لي فونكسيونير اللي موجودين في الفونكسيون بوبليك، لي او ريسبونسابل، لو بريزيدون دو لا ريبوبليك، رئيس الحكومه وما الى ذلك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكم انها تكون السياره نتاعو بريزيدونسيال 100% روس. المانيا زاده كيف كيف، اي من حقنا نحن احنا زاده اليوم وتشجيع لمستثمر تونسي، وتنجم تكون معناها دفع لجزء من الاقتصاد التونسي ويحل مواطن شغل ميسير ما فيها باس كي نحلموا. تعلمنا نبروا على كل شيء، سامحوني في استعمال الكلمه، لكن مالوغوزمون
ما نخموش في الكاس اللي مليان اللي يعطي الامل اللي نجم يعاون اني خذمه برشا كلام على انها ماهيش 100% تونسيه. اي مش مشكل احنا نطلقوا من الصفر ونطوروا راهو ندوروا وهي ما خذات صيت عالمي وخذات صيت على مستوى الوطني وبوركوا با ننطلقوا في تجربه من اسبوعين فارتين فرصه اني فرافقت وفد رجال اعمال امريكي اوروبي لتونس لزياره بعض المناطق الصناعيه. ما لا يعلمه الناس راهو تحدثوا نحن توسع في الإعلام كما نحبوا الصناعيين يخدموا على أرواحهم. وقت دخلت لشركة ستيليا في المغيرة اللي هي تصنع في مكونات الطائرات متاع إيربوس بما في ذلك الطائرات الحربية اللي تبعثهم البرجي وتخرج فيهم الكوك تاع الطيارة هذيك اللي يعملوه اللي تطلع بها الطيارة يصنعوا فيها في المغير والكراسي والكوجينة تاع الطيارة والواحد يصنعوا فيهم في سليماء عند في زودياك عند 3000 خدام. هذو فما عالم عايشين وصناعيين نحن ما نعرفوش واللي ما يعرفوش العباد انه الاندستري ميكانيك توا قريب باش توصل ل 30% من البي بي نتاعها. وعندنا الشركات اللي تخدم في الطيران برك شيفر دافير نتاعها 600 مليار 95% شركات. وهذا كل ما يتقالش راهو حتى مليك وما نعرفوش والعباد ما تسمعش بيه. الاحسن من هذا كي تسمع رجال اعمال اجانب شو يقولوا؟ يقولوا عندكم افونتاج ما عندش برشا عباد. فيش عندنا افونتاج يسموه هما في الايكوسيستم. يقول لك نمشي للمغرب نلقى المانجمنت ماهوش مغربي. العمال مغاربه ولكن المانجمنت ماهوش مغربي. اللي تتميز به تونس كي تمشي للشركات التونسيه التسيير تونسي تونسي. يزيدك حاجه اخرى يقول لك احنا نعرف اللي عندكم من تونس في العالم منتشرين على برشا شركات لو تتوفر لهم شروط او شهريه بيع وكذا يرجعوا باش يطوروا الصناعات الموجوده في تونس. قطاع الصناعات نتاع الاندستري ميكانيك قاعد يقوى برشا في تونس. امشي شوف سوسه وامشي شوف الريجيون نتاع نابل ونتاع المغيره تو تلقى المناطق الصناعيه تتحول اوت فالور جوتي باش تخدم الاندستري ميكانيك. صحيح. انا عندي حاجه واحده برك قلقتني في الحكايه هذه. الشعار الذي رفع استهلك تونسي ولكن رئيس الحكومه ركب بركه سياره تونسيه. اعذر انا حاجه مهمه برشا ما فماش كان الدعم المادي راهو. الدعم المعنوي ساعات يعاوننا اكثر من الدعم المادي. صحيح. خاطر ما فماش كان الفلوس ساعات الفلوس موجوده في البنوك لازمك جست طريقه باش تقنع العباد باش يستثمروا معاك. ساعات الدعم المعنوي اهم برشا. احنا كشركه لازمنا احنا نقدموا شركات اداريه كما قلت لكم. يعني الحكومة ساعة أول مرة في تاريخ تونس فما رئيس حكومة معناتها يسوق في كهرباء تونسي. دونك سي ديجا أن ديبي. نشوفوا اشتر الكاس مليان كما قالت مدام. نفهمك قدرتك الهائلة على التسويق. نفهمك. جو كومبرون تون اسبري ماركتينغ. دونك سي ديجا تخي بوزيتيف وإحنا نخدموا على روحنا. لازمنا يفوكون ما عادش لازم احنا نوريو واش نجمو نقدمو للدوله. مش ديما نطلبوا الدوله وفات فتره الديكتاتوريه وين رئيس الحكومه ولا رئيس الدوله يقول باش لازمكم الكلكم تستثمروا في الميدان هذا ورجال الاعمال ينقزوا ويطبعوا وينفذوا. توا احنا كبلاد نجم نقول حره لازمنا احنا رجال الاعمال نبادروا ونقدموا ديزينيسياتيف سواء في الـ في الـ في الـ في الـ في الواد فينانس سواء الدوله ما تنجمش تعمل كل شيء. عندها هكا في التقارير نتاعكم عندها برشا مشاكل ولازمنا احنا نتحمل المسؤوليه نتاعنا زادنا. يعطيك الصحة زياد دقيقة المدير العام لوالي سكار. ما نعرفش نخلي لك كلمة الختام إذا كان عندك ما كلمة تقول في هذا الختام. الختام فما كان الخدمة والتوانسة يخدموا بلادهم باش البلاد تطلع وكهو ونشوف الكاس كاس اشتر مليان مش اشتر فارغ. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك زياد دقيقه مره اخرى المدير العام لي وليس كار على حضورك معنا. كل التوفيق ان شاء الله في المشروع هذايا. مواصلين معكم لكن بعد الفاصل.